سمعنا مؤخرا عن فرقة اسمها المداخلة. باختصار شديد، أنا لا أسمع عن هذه الفرقة، ولكن أعرف قوم اسمهم السبابة. السبابة هؤلاء لا يدعون أحدا من أهل الإسلام له جهد إلا وسبوه ورموه بصفرائهم وبيضائهم، رموه بصفرائهم وبيضائهم. فلو أنهم بذلوا جهدهم مع أهل البدع والمنكرات لكان ذلك أولى لهم. يعني يتركون أصحاب الفتاوى الضالة المضلة، ويتركون الرافضة، ويتركون البهرة المجرمين، ويتركون الإسماعيلية المتنطعين، ويتركون الصوفية المتفسخين، ويتركون أهل الأهواء الزائغين، ثم بعد ذلك لا يتكلمون إلا عن أرباب الدعوة، يقولون إنهم مهيجون وثورجيون وأنهم كذا وكذا وكذا، كلام لا طائل تحته. فلنحذر هؤلاء السبابة، فإنهم أشد على الدعوة من إبليس. إنهم أشد على الدعوة من إبليس.